ما قصة ارتباط جافي بأميرة إسبانيا بعد مونديال قطر؟ قلادة كوندي في مباراة فرنسا وبولندا تثير الجدل على السوشيال ميديا، وتيتي يعتذر قبل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية. هذه الأخبار وغيرها تتابعونها على العربية رياضة، أسعد بمتابعتكم. نبدأ أخبارنا من كوندي، لاعب المنتخب الفرنسي، والجدل الذي أثاره عبر السوشيال ميديا خلال مباراة منتخب بلاده أمام بولندا في مونديال قطر. كوندي بدأ المباراة وهو يرتدي قلادة حول عنقه، وهو أمر فجر موجة غضب عارمة بين الجماهير البولندية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستندة بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على لوائح فيفا التي تمنع ارتداء أي شيء قد يتسبب في إصابة المنافسين. طاقم التحكيم انتبه للأمر في الدقيقة 42 من المباراة وطلب من اللاعب الفرنسي خلع القيادة. قلادة. تصدرت ليونور ابنة ملك إسبانيا أخبار السوشيال ميديا أيضاً خلال اليومين الماضيين، بعدما أكدت تقارير صحفية ارتباطها بجافي أحد لاعبي الماتادور. القصة بدأت بعد فوز الفريق على كوستاريكا وتوجه ملك إسبانيا المتواجد حالياً في قطر إلى غرفة تغيير الملابس الخاصة باللاعبين لتهنئة الفريق على الانتصار. لوحظ وقتها أن الملك لديه قميص موقع من جافي وبحجم أصغر بكثير من القميص المعتاد، الأمر الذي فتح باب التكهنات بأن القميص لابنته ليونور. وبحسب ما نشر في الصحف الإسبانية، فإن ملف دراسة الأميرة البالغة من العمر 17 عاما مغطى بصورة اللاعب الإسباني، وأنه من المتوقع أن تشهد العلاقة بين الاثنين تطورا كبيرا بعد نهاية مونديال قطر. ونبقى مع أخبار المونديال، حيث اضطر تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي تقديم اعتذاره قبل مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية بسبب الأسطورة بيليه، ولعدم تمني تيتي الشفاء لأسطورة القدم البرازيلية الذي يعاني حاليا من مرض السرطان بداية المؤتمر الصحفي للمباراة المونديالية المرتقبة، إلى جانب إجابته على أحد أسئلة الصحفيين الحاضرين. تيتي تدارك الأمر وقدم اعتذاره وتحدث بعدها عن علاقته ببيليه ومقابلته له عام 2018. ونختم مع صور كلود ديشامب زوجة المدير الفني للمنتخب الفرنسي، حيث تواجدت اليوم وفي وقت مبكر بمدرجات ملعب ثمامة لمساندة زوجها ومنتخب الديوك أمام بولندا في ثمن نهائي كأس العالم 2022، والذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وحجزه لبطاقة ربع نهائي مونديال 2022.